جوال مرحبا ونورتينا عبر الإمارات نيوز. شكرا. ثانك يو. شو عم تعملي لك كل مرة عم تعملي خطوة أو أي شيء بتساويه بيكون حديث السوشيال ميديا وحديث العالم؟ ثانك يو، لأنه ما بعمل شيء غير بصدق، ما بعمل شيء غير اللازم، ما بعمل شغل نص نص لازم يعني تكون بيرفكت. بعرف أنا شو المرة العربية بدها، شو عايزة، بقدم لها اللي بدها إياه، إن كان بالبيوتي البزنس تبعولي آي كاندي كلينيكا جوال ميزون دو جوال، أور اليوم بمواضيع اجتماعية ضرورية، مش إنه ضرورية، مش إنه ولا إس تشويس نحن عنا إياه. أنا كنت عم بقول قبل شوي إنه ثقافة ابتدت بالعالم العربي لكن وقفت، صرنا نقول لا عيب، لا مش عيب، بس ما في شيء عيب بالمواضيع اللي عم بحكي فيها، لانه هيدي ضروريه لحياتنا كامهات، نحن يكون عندنا هالانفورميشن كسلاح بايدنا، نحن نعرف كيف نحكي مع اولادنا، كيف نوجه اولادنا، نربي جيل جديد ناضج واعي قوي. مواضيع عن العلاقه بين الرجل والمراه تتكون هيلثي قويه صحيه. المرأة هي كيف تكون كمان powerful. نحن اليوم نحكي عن women empowerment بس ما حدا عم يعمل شيء لهالست تيعطيها empowerment. فمن قلب جوال هو بودكاست بيعطي المرأة empowerment. قديش كان عندك صعبة لتخذي هيك خطوة؟ يعني اليوم قديش انت فكرتي وقديش اخذ معك وقت الموضوع لانك تطرحي هاي المواضيع عبر الجمهور؟ انا الي سنين، يعني بدي اقول لك اكثر من اكثر من 10 سنين عم بتمنى انه يكون في برنامج يحكي للمرأة، يحكيها للمرأة، يثقفها مثل ما انا بدي اتثقف، ما انا كمان بدي اعرف الانفورميشن، انا بدي حدا ينورني، نحكي مع هالمرأة العربية عن الاشياء المهمه بحياتنا مثل العلاقه الجنسيه بين الرجل والمراه. نحن امتين بنحكي مع اولادنا عن هذا الشيء؟ اما هل يا ترى بنتركهم يطلعوا على الانترنت، يطلعوا على السوشيال ميديا اللي كلها اشياء سوري اباحيه وما بتليق فينا، ما بتليق بتقاليدنا، ما بتليق بمجتمعنا العربي؟ فلا بالعكس، نحن لازم تكون متمسكين بهالمواضيع، نستكشف من سايكولوجيست كيف نحن يعني نطبقها بحياتنا حتى نحن نكون واعيين وناضجين وحياتنا صحية. رح يطرق على هاي المواضيع لكن بجانب توعوي. شو لك جانب education، كيف تعملوا العلاقة؟ يعني شو أنا عم بعلم العلاقة؟ أنا عم بعلم الست كيف تحكي مع أولادها حتى توعيهم، حتى تفرجون وين الصح وين الغلط. أنت اليوم تقول عندك بنت عمرها 10 سنين 12 سنة تتركها تفوت على الإنترنت تشوف إشياء، أنت مش قايل لها شو الصح وشو الغلط؟ خبرني. كنتي انت عم تقولي انك متخوفه من متخوفه من انك تحضري او تسمعي؟ لا، انا متخوفه من انا متخوفه من انا قديش كنت vulnerable became vulnerable. يعني انا بهالبودكاست كاني شلحت ثيابي، انا بهالبودكاست حسيت حالي انه انا كنت كتير حقيقيه، يعني يمكن زيادة عن أنا شو كنت بدي أقدم. بس أنا خلص لما أكون عم بسجل ما بقى عم بنتبه للكاميرا، أنا بدي الكل يستفيد وبدي أنا أستفيد من هالسايكولوجيست اللي قاعدين حدي. سو بالعكس إني 10 حلقات مفيدين، هني 10 حلقات educational. نحنا نعرف from experts، من سايكولوجيست عرب، تما نقول هولي أجانب وعقد الأجانب، هولي عرب منهم نستفيد. منك للمرأة، أنت قوية، أنت فرعونة، أنت ملكة، أنت كل شيء بدك تكوني، فيك تعملي كل شيء بتوازن، تكوني أم وتكوني زوجة وتكوني بزنس بيرسون وانتربرنور وتعملي اللي بدك إياه، بس أنت عارف شو بدك وgo after what you want، وما تخلي حدا يوقفك، ما تخلي حدا يخوفك. الخوف برجعنا لورا ما بيقدمنا لقدام، وانا ما بخاف، وهذا البرنامج من قلب جوال لألك.